اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي بقدره ومقداره العظيم. اللهم اجعلنا من المصلحين في أرضك بألسنتنا وأفعالنا، واحفظنا من كل سوء لا يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من المتقنين المجدين فيما أقمتنا فيه، وأن نحسن أعمالنا لأنها معروضة عليك. اللهم وفقنا لكل خير أقمتنا فيه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بالراضين عن قسمتك في أرزاقنا، ولا نغتر بالكثير الفاني الذي قد يأتي من حرام. اللهم لا تجعلنا نبخل بما علمتنا، أو نتجبر بأي قوة أعطيتنا، واكتب لنا المدد والتوفيق والستر والهداية والإعانة في كل خطوة في حياتنا يا مولانا يا الله، والحمد لله.